للحديث عن معاناة النازحين السوريين في مخيمات النزوح في ظل مخرجات مؤتمر اللاجئين الذي عقده النظام السوري منذ عدة أيام، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا رضا سطيف الحقوقي السوري. أستاذ رضا، مرحبا بكم. يعني كما تتحدث الأخبار، ما يربو على 125 عائلة تغادر مخيم الهول بريف الحسكة في إطار عملية إفراغه. كيف ترى هذا القرار على مصير هذه العائلات؟ مساء الخير جميع الأخوة المتابعين. يا مرحبا. هذا الأمر أصبح معتادا عليه لدينا في مخيمات اللجوء بشكل عام. حتى دون التهجير، فالحياة لا يوجد حياة حقيقة في المخيمات. ذكرت الآن كمثال مخيم الهول، فماذا نتكلم عن مخيم الركبان الذي هو في وسط صحراء لا أحد يعلم عنه أي شيء، يفتقد إلى أدنى مقومات الحياة نهائيا، لا طعام ولا دواء ولا أغذية ولا أي استعدادات لمواجهة الشتاء لا أحد يعلم. نعم. بالنسبة لمخيم الهول، نحن نعلم أن الأمر كان بدافع عنصري، بدافع التهجير العرقي، يعني حتى نقولها بكل صراحة. يعني هؤلاء العائلات لا نعرف أين مصيرهم، حتى هم لا يعرفون أين سيتوجهون، لا يعرفون ما الذي سيلقاهم في اليوم الآخر بعد هذا التهجير، رغم أنهم في الوقت الذي كانوا يقيمون فيه في هذا المخيم كانت لا حياة لهم. طيب أستاذ رضا، الهدف من تفريغ هذا المخيم هل من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة؟ نعم سيدي الكريم، هذه ضمن سياسة الإدارة الذاتية كما يسمونها قوات قسد، وهي تهجير العرب. أنا يخجلني أن أتكلم بهذه الصورة عن بلدي وعن أهلي، لكن هذا الواقع الذي نحن نعيشه حقيقة، تهجير العرب لتتمكن قبضتهم من السيطرة على كامل المنطقة ويحكمون السيطرة بقوتهم هم. أستاذ رضا، موضوع قرار الإغلاق يعني نراه تزامن مع المؤتمر الذي عقده نظام الأسد لعودة اللاجئين والنازحين، هل هناك ربط بين القرار والمؤتمر؟ تعتقد ذلك؟ لا أتوقع سيدي الكريم، فكل منهم يعمل لمصلحته. يعني مؤتمر عودة اللاجئين الذي عقد منذ أيام، نعم، برعاية النظام السوري، نعم، هو لم يكن حقيقة مؤتمر، إنما هي مهزلة سورية لعكس صورة ليست موجودة، ولو فقط ليس نقول حقيقية وإنما ليست موجودة. وإذا تابعنا أحداث المؤتمر، ففي نهاية المؤتمر المقيمين على المؤتمر كانوا يستهزئون من هذا المؤتمر و فعالياته ومشاركته. يعني هذا الأمر حقيقة في ظل فقدان النظام لكل شيء، لا يستطيع تأمين الخبز للمواطنين المقيمين، لا يستطيع تأمين النفط والمحروقات بشكل عام، لا يستطيع تأمين الغذاء، لا يستطيع تأمين المواد الأولية. أين سيذهب اللاجئين إذا عادوا؟ ماذا سيفعلون عند النظام؟ هؤلاء اللاجئين لم يخرجوا إلا من البطش والموت، الآن سيعودون الموت لماذا؟ يعني لو فكرنا في هذا الأمر قليلا لعرفنا هذا النظام يتصرف دون وعي ودون يتصرف فقط فيما يراه هو لمصلحته أو يخدم صورته التي يحاول تغييرها بأي شكل من الأشكال. أستاذ رضا، إذا ما تحدثنا عن التقييم، كيف تقيم موقف المجتمع الدولي من قرار إغلاق المخيم وأيضا ما خرج به النظام من قرارات في مؤتمر عودة اللاجئين؟ كيف يعني تقيم موقف المجتمع الدولي، هل هو في صالح اللاجئين أم ضدهم؟ نعم في صالح اللاجئين، وهذا الأمر الجميع يعيه والجميع متيقن منه، يعرفون ما هو الحال لدى النظام السوري، يعرفون ما هو الهدف من هذا الأمر، هو تعويم برعاية روسية، تعويم لنظام الأسد على حد تفكيرهم أننا نفعل شيء بأن أننا نحن نعمل لعودة المواطنين. نحن هذا الأمر أصبح الكل مقتنع فيه والكل يراه بصورته الحقيقية والصحيحة، حتى اللاجئين المقيمين في المخيمات وهم بأتعس حال من المعيشة، إذا عرضت عليهم يأبون بشكل قطعي العودة إلى نظام الأسد. من ولاية أنطاكيا التركية رضا سطيف الحقوقي السوري، شكرا جزيلا لكم.